قال لك اخوتي مول النيه ديما حاجته مقضيه ودير النيه وبات مع الحيه ولا لا سعاد جوهره مغربيه يا زين التسميه يا الشريفه الادريسيه يا اللي غلبتيهم بالنيه وشوهتي لينا الاسره المشوهيه كواليس صادمه اخوتي العزاز اجي وتعرفوا سعاد غدا غب النيه ديالها وراه الشريفه وادريسيه وراها ام تحقرت عرفتي شنو تخرج واحد الام وكتبكي في اللايفات وتناشد الناس يوقفوا معها ضد بنتها وغتخرج لهم طريفه والله لا خرجت لهم طريفه. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم الناس اللي داد عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي اللايكات ديالكم المرضيين والمرضيات ديال جميع الاطراف في الحق يكونوا مرضيين ومرضيات، اعطوني اللايكات ودبلوا التعاليق والبارطاج، ما قارياش ديري غا قليب وديري غا ديري غا شي حجره شير عليا بحجره في التعاليق. على واحد صاحبي اخوتي ما قاريش كنعرفو ساكن حدانا في العروبيه ليه كيقول لي كنقول له واش كدير ليا اللايكات، كيقول لي راه كنورك عليهم بجوج يعني كيدير لايك وكيهبط يدير كيدوز يدير ديزلايك. قلت لي هاد المصيبه حاولي كتلقى ديزلايكات دير، قلت لي على لايك وحده. المهم اخوتي الناس اللي مخلوعه على السعاد ومشوشين على السعاد وكيسولوا في التعاليق كيبقى السعاد طمنونا على السعاد، السعاد الحمد لله تهدنت النفسيه ديالها واحد شويه بخير وعلى خير كتهضر عادي ما بقاش داك البكا، ولكن شوفوا سعاد تقوات اليوم، سعاد رجعات ليها المناعه شويه وعرفات صافي. سعاد كتقول لك دابا انا عرفت بنتي لا رجع فيها، بنتي عمروها وحرضوا ديك العائله وشات معاهم، عطيتها فرصه ضحكات عليا دليت راسي هدل لها كذا صافي، كاين غير المساطر القانونيه وما كاين غير التبوريد فهمتي يا ودي العاقه. وسبحان الله العلي العظيم راه كلشي من الخير، بديت لكم بالنيه والنيه النيه راه كلشي من الخير. حنا تقلقنا على السعاد وبين على السعاد خرجت ديك الخرجه، ولكن بالعكس داكشي فيه خير، في خير للناس يعرفوا الناس مابقاوش يعاتبوا السعاد، وفي خير مع الله سبحانه وتعالى كيفاش واحد الام جات منها المبادره ومدات يد الصلح. بالعكس داكشي مزيان اللي دارت السعاد اخوتي، اي هبطات من قيمتها وداكشي، ولكن التبسوا لها اعذار بينات كذلك الوجه الحقيقي ديال بنتها. راه بزاف ديال الناس كانوا بداو غالطين بنتها، قالوا واقيلا بدات كتوحم واقيلا تبدلات واقيلا مع الحموليه غتحن على امها، وبزاف ديال الناس ابوناو عندها، ولكن بعد الخرجه اللي دارت سعاد الناس تعاودوا تحلوا لهم عيني عليها. حتى المتابعين ديولها ديال العاقه حقدوا عليها، كنشوف التعاليق عندنا حتى المتابعين ديولها كيسبوها ديولها ديولها كيعايروها، كيقولوا علاش الام ديالك مدات لك يد الصح وانت ما بغيتيش، اذا كاينه زين المحارم. حتى دوك اللي ما كانوش شاكين وكانوا كيقولوا زين المحارم ما كايناش، ولاو دابا عندهم اليقين ان زين المحارم كاينه. في التعاليق كيقول لك باينه زين المحارم، مادام العاقه مادام البقه هداتك وقالت لك كامل غتغرق بين السفينه، يعني غتغرقكم كامل بالاخص بكريشه وكتركز عليها، بالاخص بكريشه واش داير هاد بكريشه اللي غتغرقي وهاد الادله اللي عندك والوثائق اللي غتدليبها في المحكمه اشنا هي؟ غير غادي نبشركم بواحد البشاره يا خوتي العزاز، الدعاوي ديالكم راه ما خرجوش باطله، راه حنا الشرفه ولاد الشرفه وكان الحوت بالمغرفه واللي حك علينا تقرج فيه شوكتو. البقه والعاقه اعترفوا شي اعترافات لي صالح سعاد، علاش كنقول لكم راه كل شيء من الخير. اعترفت العاقه على ان السريعه كانت كتصورهم وكانت كتقول لفاطمه الزهراء اجينا شطري اللايف، وفاطمه الزهراء قاصر وكانت كتقول لها انا غنعطيك فلوس السوبر شاط وما كتعطيهمش ليها. ولو تكوني كذبتي العاقه، ولو تكوني كذبتي، راه كاينه شكايه ديال التجاره في البشر مفتوحه ضد البقايقو، ولو تكوني كذبتي المقاطع تهزو، عندك هذا الاعتراف وعندك ديك القضيه ديال كتوصينا اشنو نقولوا ملي كنكونوا غادين عند قاضي التحقيق وغادي للمحكمه، كتوصينا السريعه اشنو نقولوا، هذه عاوتاني اعتراف بوحدو، زائد الاعتراف اللي اعترفت يا ودي العاقه، غادا ندوز الاعترافات ديال السريعه، الاعتراف اللي قلتي على انها كتقول فاطمه الزهراء، ملي توصلي للمحكمه بكي وقولي انا اللي كنبغي نبان في الفيديوهات وانا اللي كنبغي نتصور وكنزيرهم كنقول لهم صوروني، يعني كانت كتحرض البنت وفعلا كاين التجار في البشر تبتي عليها، لا هي لباك، شي القالب اللي طلعتيه مع السريعه بلا ما تحسوا، انتم ما بغيتوش تدوروا سعاد، بغيتوا ديروا فيلم السعاد، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ما بغاش حق ديك الام يضيع، خرجتوا تاجرتوا بالموضوع، بغيتوا تقولوا سعاد مسكينه، ولكن النيه ديالها والنيه ديال المتابعين اللي متبع هذه القضيه ما خدتش لكم طريفه، بالعكس انت غرقتيها، ولو ما تشهديش قسما بالله ولو ما تشهديش الى المقاطع تهزوا وصلوا لبلاصتهم في الحفظ والصون ديال التحريض ديال فاطمه الزهراء، ديال فلوسك اللي دالك باك ال 50 مليون اللي اعترفتي عليه وقلتي مشيتي عنده وباقي ما عطاكش فلوس،
ها هو عاوتاني الانفجار في البشر تبزت على باك، يعني غرقتي البقه وغرقتي باك بجوج، غرقتي هاد الجوج. وعاد كاين بزاف ديال الاعترافات اللي ما غاديش نقولهم لك باش ما تضيش لهم البال. اما البقه، البقه الخانزه، البقه تبتدي الهضره اللي كنقولوا حنا على قضيه جنان المحارم. قالت عندي الدليل، انا عندي الدليل قوي، وانا غنغرق الزمر كامل معايا، نجر كلشي معايا، السفينه غتغرق. يعني تبتات على القضيه ديال زين المحارم، هذوك الناس اللي كانوا شاكن، وديك البراءه اللي طامع انت في الام ديالك انها تطلع في اليوتيوب وتقول لك انت بريئه يا بنتي وسمح لي راه باك ما دار والو، علت عليكم الباطل. اكدات عليك مرات باك، حتى هي كانت عايشه معكم وحتى هي شايفه الكواليس. مرات باك اكداتها وطبعات عليها مرات باك بكلامها اللي قالت على انك انت فاسده، كتدخلي مع جوج الليل، كتعاطي الشيشه، وكاله معفونه، خانزه، الزوج ديالك كيضربك وكيعنفك. بزاف ديال الاعترافات اللي اعترفت عليك البقايقو، هذاك الشيء عطاتنا مصداقيه حنا. داك الشيء اللي كنقول لكم الكواليس، رانا يد الكوميشي والصراخ والبكاء، فعلا داك الشيء اللي كنقوله هو اللي كاين، هو اللي اعترفت به البقايقو الخوينزه. اعترفت على انك فك العهر وانك مدوده، وبزاف ديال الاعترافات اللي اعترفت عليك البقه تاعها ديال غنغرق السفينه وعندي الادله اللي غادي ندي معايا للمحكمه. اشنو هي ودي البقايقه ملي غتمشي عندهم تما؟ قولي ما شنو هو الدليل اللي عندك؟ ما كاينش كذاب، ولا هذه راه قضيه كبيره، هذا راه ملف في المحكمه، هذا راه ملف عند القضاء، ما كنكذبوش فيه، ما نطلعوش نقولوا عندي ادله وغنغرقك، هادشي ما كاينش تما. كنضحك ولا باغي نطلع الادسنس؟ كذلك عليك ودي عسرة، راه ما كاينش قولي محقه تما على ود المشاهده ولا خدمات كيما دار باك. باك راه قال لي على ود المشاهده، حقه باش نخلع القنوات والخدمه. القانون لا يحمي المغفلين، اعترفتي هذا الاعتراف بين الادله اللي قلتي غادي بهم وتغرقي بكريشه. انت اعترفتي انك كنت كتحرضكم، وكنت كتحرض البنت القاصره لان تنشط لها اللايف وتصور معاها، وكتطب معها انها تعطيها الفلوس ديال السوبر شات وما عطاتهاش، هذا راه استغلال قاصر بدون موافقه والديها. واخا يكون بكريشه عاطي الموافقه، ولو الناس اللي كيقول لك بكريشه راه عاطيها الموافقه، ولو يعطيها الموافقه بكريشه، ماشي من حقه. سعاد رمها خاص تكون موافقه من عند الوالدين بجوج. سعاد راه تاهي من حقها، راه بنتها قاصر، ماشي بكريشه اللي حمل بها 9 شهور ورباها وكبرها. بكريشه راه كان كينعس يبقى يحزق ويعطي لسعاد بالظهر، وسعاد مسكينه كتربي وتخرق وترضع. ها ولا بكريشه اللي كان كيرضعكم؟ فهمتوا ما ديك القضيه ديال الوكاله؟ حيت كتبوا لي ناس في التعليق كتبوا لي ياسين راه وقيله راه قالوا شي قنوات على ان بكريشه عاطيها الوكاله، ولو يكون عاطيها الوكاله بكريشه ماشي من حقها السريعه تصور. كاين اعترافات ديال البنات اللي صورت في طنجة، ديال البنت اللي صورت عريانة من سعاد، يعني غارقة غارقة. كاين شي وحدين كيقول لك سعاد راه خايفة، سعاد ما عندهاش خايفة خوتي، سعاد لا 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 لا، سعاد بنتها اللي بغات تاجر بيها وبغات تخدم بيها، خرجات سعاد بحال هكاك. بالعكس أنا شاب لك سعاد، واخا أنا ما كنبغيكش تبكي وداك الشيء، ولكن بالعكس بينتي الحقيقة ديال بنتك، بينتي. حيت بعض المتابعين ديالنا وانا براسي ما نكذبش عليكم، انا براسي واحد شويه قلت واقيلا البنت غتبدا ترطاب مع امها، مع الحموليه، مع الوحام، مع المعاناه، غتعرف قيمه الام ديالها. ساعه البنت عاد ما كرهات الام ديالها اكثر، فهمتوا؟ هنا عرفنا على حقيقتها، على انها عاقه وخلقت لكي تكون عاقه، هذه لا رجعه فيها. انا هاد البنت عمرها ما غتبدل، ما عمرها غدير عقلها وتقول لك الام ديالي. قالت لك الام ديالي عمرني خاصني عامين باش نسامح ليها، وباك سامحتي لي اللي عراك، اللي قلت لك حدا وشفنا السليب ديالك حمر، شفناه ملي كنتي ضاربه ديك لاغوب حمراء في اللايف على المباشر في خاطرك كيبانو مصاصطك قد الناقه. ماك ما سمحتي لباك اللي عراك وشوك، امك راه ما عراتكش، امك مشات للقضاء، انت اللي خرجتي فتحتي راسك. وماك سمحتي لباك اللي ضرب لك 50 مليون وغادي يقسمها مع رباط باك، تعريتي وتشوهتي وتفضحتي ودلك في دوك الفلوس. لا داك تسمحي ليه بابي، هذاك مول الفعله نسمح ليه. تشوفوا واحد الكره اخوتي كتكره ما راه لا حول ولا قوه الا بالله، انا ما شفتش بحال هذا النوع. انا كنقول، انا كنقول حتى في الخاص الناس كنقول لهم انا شفت تعيد في العقوق ما عمرني. انا كنعرف شي واحد مثلا كيكون مخدر اولا كيكون معروف داير مرفوع سكران ولا داير شي حاجه، كيدخل مثلا كيتناوش مع والدي ولا كيتناقش مع والدي، كيجيبوا ليه البوليس اللي كيديوه. اما شي واحد اللي هو ساحي وبكامل قواه العقليه وماشي كيغلط مره ولا جوج ولا ثلاثه وكيعتذر، لا مده سنتين شي 3 سنين دابا وهو العقوق والو، ما تحركش في هذه البنت والو، ولا شويه ديال الحنان جات ما، ولو شويه ديال الانسانيه. كتشوف امك طايحه تبوش عليها العرق، تشلت ما عاد كتبكي كتندب في الليل،
البراني كيغوت عليها وانت اللي حداك فيس عباد الله وما كتحرك فيك والو. هادي راه ماشي خاصها غير الحبس، هادي راه خاصها الرجيم، هادي هادي راه خاصها السفافه يتحط السفافه ديال التحماوي ويتحمروا ويتحطوا لي على بصاصتها، وعندك اللسان اللي كتعاير به امها يتقطع عليها، داك اللسان اللي كتعاير به امها البروشه هو اللي كينسوفو. والله ما لقات سعاد مرا، والله القسم ما لقات سعاد مرا ونص، ولا لقات شي دكاليه. وفينكم يا الدكاليات، فينكم يا الدكاليات، وفينكم يا العبديات، وفينكم يا المكناسيات، وفينكم يا الطنجاويات. لا لا طنجاويات، لا طنجاويات ما عندهمش مع الدابزه، واخا هكاك ماشي بحال طنجاويات كيكونوا كيوت، واخا هكاك هما راه كل شوفوا المغاربه كلهم كيوت. انا ما قلت طنجاويات شويه خوتي رطبين، ماشي بحال قال الداخل تبارك الله عندنا اما كاين غير الماراطون دكاله وعبده جديده والنواحي ازمور. كنت شد ديك العاقه والله تتشتف عليها بالله، عاد كاين شي متابعات متبعني قسما بالله، لك ماشي غير حربيات كتشوفهم راه غير في التعاليق، غير التعاليق ديالكم هاتي التعاليق، في التعاليق كيبردوا لي القلب شي افكار انا ما كنكونش مثلا ما رديتش من البال كيكتبوهم ليا. والله الا كنقول علاش ما قلتش هاد النويطه في الفيديو، بالتعاليق ديالكم كتفكروني فشحال من حاجه، كنقول علاش ما قلتش هادي في الفيديو او نسيتها وما طاحش ليا على البال هاد الحاجه، شحال من فكره كتعطيوا لي الفيديوهات قسما بالله. حيت المتابع حتى هو متبع راه بحالنا بحالو، حتى هو راه كيركز كيفهم. فهمتوا مزيان اخوتي، عطيو العاقه في التعاليق ما ترحموهاش، ولا كان شي شوف ولا كانت شي معطيات عكسبهم ليا في التعاليق غندير عليهم فيديوهات. تحياتي لكم الحميمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله.